بدأ فيروس كورونا الجديد يتخذ شكل الوباء العالمي بعد أن تجاوز عدد الوفيات نسبة 100 شخص، علاوة على إصابة 1000 شخص في الصين، وبسبب انتشاره السريع مؤخراً والذي شمل دولاً عديدة كإيطاليا وإيران وغيرهما، وجب علينا أخذ الحيطة والحذر اتجاه هذا الفيروس الفتاك. وفيما يلي سوف نقدم إليكم بعض النصائح التي من شأنها التمكين من الوقاية منه. نعرض عليكم بعض النصائح والإرشادات التي صدرت من خبراء الصحة الصينيين في مدينة ووهان وطريقة الوقاية من فيروس كورونا. نشير إلى أن حجم الفيروس يعد كبيراً، حيث أن قطره يبلغ بين 400 و500 نانومتر، ولهذا فإن أي قناع يمكن أن يمنع دخوله. مع ذلك، عندما يقوم شخص بالعطس أمامك، سيأخذ الفيروس مسافة 3 أمتار قبل أن يسقط على الأرض، ولا يستقر عادة في الهواء. عند سقوط الفيروس على سطح معدني، فإنه سيعيش لـ 12 ساعة، لذا ينصح بغسل اليدين عند ملامسة أي سطح معدني وبشكل جيد. يبقى الفيروس حيا عند سقوطه على الأقمشة لمدة تصل بين 6 إلى 12 ساعة، ولكن من الممكن القضاء عليه عند غسل الأقمشة. أما بالنسبة للملابس الشتوية التي لا تغسل يوميا، فيفضل وضعها تحت الشمس لكي تقتل الفيروس. كما يجب علينا القيام بغسل وطهي جميع اللحوم ومنتجات الدواجن حتى تمام الاستواء. وأخيرا، يجب علينا تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا، وذلك تجنبا من انتشار العدوى الفيروسية وتحويلها لفيروس كورونا. وبالنسبة لمرض الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا، فإنه يصيب الحنجرة أولا ويسبب جفافا مصحوبا بألم حاد يستمر من 3 إلى 4 أيام. كما سوف يختلط الفيروس فيما بعد بالسائل المخاطي ويتسرب إلى الرئتين، مسببا الالتهاب الرئوي خلال 5 إلى 6 أيام. وسوف تأتي الحرارة العالية وصعوبة التنفس مع الالتهاب الرئوي عندما يكون احتقان الأنف غير عادي، وفي هذه الحالة يتوجب علينا مراجعة الطبيب على الفور. تعتبر أكثر طريقة انتشار للعدوى هي عبر ملامسة الأشياء في الأماكن العامة، لذلك يجب غسل اليدين مرارا مع استعمال المعقم الكحولي. وتأكدوا أن بإمكان الفيروس العيش على يديك لمدة تصل من 5 إلى 10 دقائق، وهي المدة التي من الممكن أن تكون بها قد فركت عينيك أو مسحت وجهك من دون أن تنتبه. لا حصانة بحسب خبراء الصحة لفيروس كورونا المستجد اتجاه الحرارة، إذ يمكن أن يقتل في حال تعرضه إلى 26 أو 27 درجة مئوية، لذا ينصح بتناول الماء الساخن للوقاية منه أو التعرض للشمس، وحاولوا ما أمكن الابتعاد عن المشروبات المثلجة. كما عليكم المداومة على الغرغرة أيضا بدواء بيتادين سورترويد للتقليل أو القضاء على الجراثيم في اللوزتين قبل أن تتسرب إلى الرئتين، إضافة إلى المداومة على شرب المياه. وسنختم فيديو اليوم بمجموعة من الأدعية من السنة النبوية، والتي جاءت لتحصين وحفاظ النفس والجسم من هذه الأوبئة الخطيرة.